أبيع أصور. Usually, we used to see the parents or the father who worked to get income for his family. But under these circumstances, this little girl who does that, she sells the accessories that her sister makes as a main income for her family. مرحبا. أهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش اسمك وقديش عمرك؟ اسمي إيمان وعمري 9 سنين. طيب بدي بقى أحكي لي أنت إيش أعرف تعملي؟ أنا ببيع أصور وثلاثين وكل شيء علشان أجيب نقود لأهلي. عشان تساعدي أهلك؟ آه. برافو عليك يا ديما. كمان إحنا أطفال غزة لازم نعيش، ما ينفعش نموت. حبيبتي يا ديما، طب احكي لي انت ايش نفسك تعملي غير اللي انت قاعده بتعمليه حاليا؟ ارسم والون كل اشي كل اشي، بس فوق ما انا بدي اعمل كل اشي اجت الحرب. اجت الحرب وخربت كل اشي؟ كل اشي. طب خربت بيوتنا وكل اشي. طب احكي لي يا ديما، ايش امنيتك في هاي الدنيا؟ بس انا امنيتي تخلص الحرب. شكرا لكم جزيلا، انا هدفي بس بس بس. حبيبتي يا ديما شكرا. Just imagine that she's your daughter or your daughter in her situation. Can you imagine that?